قوة التكنولوجيا هي وحدها المالكة لقوة الإصلاح والتغيير الاجتماعي أو في الواقع الاجتماعي. المتفائلون في هذه المقاربة يهللون لهذا الأمر ويقولون أن أو يرونه رمزاً لتقدم البشرية وعاملاً لتجاوز إخفاقاتها في مجال الاتصال الديمقراطي والشامل الذي تتقاسمه البشرية. أما المتشائمون، وسمعت كثير من الأمر هذا وكأنهم يحصرون نفسهم في الزاوية هذه، فيرون التكنولوجيا وسيلة للهيمنة على الشعوب المستضعفة مع السيطرة على أفرادها، فتقتحم حياتهم الشخصية وتفكك علاقاتهم الاجتماعية. وفيها شيء من الصحة في هذا الجانب.